مرحبا بكم معايا اليوم. اليوم غادي نوريكم كي نديرو نخدمو هاد الربطات نتاع الحنة بهاد الشكل. انا اليوم غادي نخدم بهاد الالوان وبهاد الحجاري، وانتوما تقدرو تاخدو نفس الموديل وتخدموه باللون اللي بغيتو. مثلا الموديل اللي انا خدمته بالكرونات تقدرو تخدموه بالبيض، تقدرو تخدموه بالفير، وكذلك هاد الموديل اللي انا خدمته بالبيض تقدرو تخدموه بالكرونا ولا الفير واللون اللي بغيتو. غناخدو غيبون الكرونا في العرض ديالو كما كتشوفو 2.5 سنتيمتر، وغادي ناخد في الطول ديالو كما كتشوفو 35 سنتيمتر. تقدرو تاخدو كتر من 35 سنتيمتر، مثلا 40 سنتيمتر. وغادي ناخد مرسو اخر فيه 11 سنتيمتر. غادي المرسو نتاع 11 سنتيمتر غادي نطوي هكا على زوج باش ندير العبار فين عندي الوسط، وكذلك المرسو نتاع 35 سنتيمتر نطوي في النص غير باش نعرف الوسط فين عندي. دابا غادي ناخد كذلك حتى الغيبون الصفر دوغي، غادي ناخد منو مرسو. دابا غادي ناخد لاكول ديالي غادي ندير هنا في الوسط فين كنت علمت الوسط ديالي، وغادي نطوي هكا. غادي عاود تاني نطوي هكا كتشوفو، وغادي نجي الوسط لهنا عاود تاني ندير لاكول ديالي، وغادي نجي لهاد الجهه اللي عندي فيها الملاقيط هي اللي غادي نديرها من التحت باش ندرقها هكا كتشوفو. دابا غادي ناخد هاد المورسو اللي قطعتو وغادي نحاول ندير به بابيون غير هكا كتشوفو هكا، وغادي نجي لهنا الوسط ندير لاكول ديالي هكا، وغادي نجي لهنا الوسط ندير واحد النقيطه وغادي نلصق البابيون الدوري ديالي هنا هكا، وغادي نقطع هكا في الجناب. نقدر ناخد هكا خميسه صفراء في الدوري، لحقاش انا راني خدامه هنا بغيبون دوري، وكان خدمت بغيبون ارجونتي ندير خميسه ارجونتي هي اللي كتجي مع الارجونت. انا كي قلت لكم تقدروا تخدموا بخميسه هكا، تقدروا تخدموا بهكا حجيرات كما كتشوفوا، مثلا ديروا هكا حجيره هكا الحجيره تاخدوها في اللون اللي بغيتو، تقدروا تاخدوها هكا مدوره ولا تقدروا تاخدوها هكا اوفال كما بغيتو. بحال انا هنا غادي ندير هذا الشكل بحجيره مدوره هكا، وكي قلت لكم نتوما كتختاروا الحجيره كما بغيتو هكا غادي يجي شكلها، وبالخميسه غادي يجي شكلها هكا. دابا غادي نديرو الشكل الثاني، غادي ناخد غيبون في البيض غادي ناخد فيه تقريبا 30 سنتيمتر هكا 30 سنتيمتر، وغادي ندير بابيون. انا باش كندير البابيون باش كتجيني مقاده كناخد عندي هاد الحديده اللي كيخدموا بها الحراره كندير لها هكا باش تجيني البابيون مخدومه مزيانه كنطوي هكا كتشوفوا
غادي يجيني كتجيني بابيون مسقده مزيان هكا، وغادي هنا من التحت غادي نقطعها ندير لها واحد الفي من التحت هكا. دابا غادي ناخد ريبون ارجونتي، تقدروا تاخذوا ارجونتي تقدروا تاخذوا الدوري اللي بغيتو، غير هي كي قلت لكم قبيلات الا خدمتو بغيبون ارجونتي استعملوا خميسه ارجونتي، ولا خدمتو بغيبون دوري خدموا بخميسات يكونوا دوري. هذه في حاله الا استعملتو الخميسات، في حاله استعملتو الحجارات، الحجاره كتستعملوا الحجره كما كانت لحقاش كيتوالموا مع كاع الالوان. انا دابا غادي ناخذ غيبون ارجونتي، غادي ناخذ فيه تقريبا 37 سنتيمات هكا، ما كتشوفوا، وغادي نطويه في النص ديالو. وكي قلت لكم هاد الطويه اللي كنطويه في النص غير باش نعرف الوسط ديالو فين جاي، وغادي ندير فيه شويه لاكو ونلصقها هنا هكا. وغادي نجيب لاكو ونلصق الغيبون ديالي من هنا مرور هكا هكا. كتشوفوا هكا. ودابا غادي ناخذ ليبرا كيكون العين ديالها واسع باش يدخل لي فيها الغيبو، وغادي ندير واحد 5 العقيقات ولا 4 على حسب واش نتوما تبغيو يكون شارجي بالعقيق ولا ما يكونش شارجي هكا. وغادي ندير واحد اللقطه هنا كتشوفوا، وعاود ثاني غادي ندير تمجيه الزوجة غادي يجينا الشكل بحال هكا. وهنا في الوسط كي قلت لكم تقدروا تخدموا ديروا الخميسات هكا، تقدروا ديروا الحجاري بحال هكا، بحال انا هنا غادي ندير هاد الحجره هكا هنا في الوسط وغادي يجي الشكل النهائي ديالها بحال هكا. هاد الشكل غادي يجي هكا، غادي هنا في التحت غادي نكويه شويه باش ما يتسلش الخيط، غادي يجي الشكل النهائي هكا. والشكل اللي قبل كنت نسيت ما قطعتوش هنا، غادي نقطعو وغادي يجينا الشكل اشكال ديالنا الزوج هكا. راه الاختيار نتاع الحجره هنا سواء استعملتو حجاري بحال هكا اوفال ولا على شكل دمعه ولا هكا على شكل شمس ولا خميسه، راه كيبدل الشكل نتاع الغيبون كما كتشوفوا. هذا بالحجره جاي هكا شكله، هذا هكا جاي شكله، هادي جايه بالحجره هكا، وكان كانت الخميسه غادي يجي شكلها هكا.
نتمنى يكون عجبكم الفيديو استفدتوا. في حالة كان عندكم شي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير وانا ان شاء الله غادي نجاوبكم. ونتمنى ديروا لي جيم وتبارطاجيو ماشين وتابوناو ولا حلقات جاية ان شاء الله.